쳐 쳐 도레미 파솔라시 بوبو الصغير كم يحب المياه شجاع ونشيط كله حياة تحيطه الألوان من كل مكان يلعب يلعب ينجز المهام بوبو الصغير كم يحب الصعاب يهزم الأشرار لينقذ الأصحاب يحب تعلم كل الأشياء يمضي يمضي يقضي على الثعبان حمراء اللون وأخرى صفراء بعضها كالسماء زرقاء إنها فقعة بوبو دوري فاصولا سي بوبو الصغير كم يحب المياه شجاع ونشيط كله حياة تحيطه الألوان من كل مكان يلعب يلعب ينجز المهام بوبو عليك أن تنجح يا ويلي يا ويلي توقف بلياتشو بوبو أنت سارق أين يمكنك أن تذهب الآن؟ أريد أن أحصل على القطعة الزرقاء بلياتشو أنت الضفدع الذهبي شرير لا يمكنك أن تتبعه أعطني الصندوق أنا بحاجة إليه أكثر منك شو
بلياتشو، لقد تذكرتني. بابا. بلياتشو، كيف تورطت بكل هذا؟ بعد أن تركتك أتيت إلى حديقة ملاهي الضفدع الذهبي فأذهلتني. أمضيت وقتا رائعا، صرفت كل أموالي. لاحقا استعملت الصدف عن الأرض كقطع نقدية للعبة. لسوء الحظ اكتشفوا ما فعلته. مهلا، توقف. هاي توقف. كان يمكنني أن أنجو بأمان، لكن الضفدع الذهبي. أنت ذكي جدا وقادر، سوف أجعلك خادما مثاليا لي. إذن هذا ما جرى. كم هو شرير ومخادع. بلياتشو، لنوحد قوانا ونتغلب على الضفدع الذهبي. أما زال بإمكانك أن تثق بي؟ طبعا، ألست أنت شريكي المفضل؟ بوبو، في الواقع لم أكن أريد أن أتخلى عنك، لكن ماذا؟ أنا مثلك، أريد الانتقام من الثعبان الأجرب. لقد دمر مدينتي، ولإنقاذ حياتي تعرض أهلي للفناء على يد الثعبان الأجرب. كنت أتجول من مكان إلى آخر سعياً لأعرف ما قد يساعدني على الانتقام من الثعبان الأجرب. إذن تركتنا لتجد من يعلمك شيئاً قيماً. كنت أنظر إليك كعبء كبير، والآن أعرف أنني لا أستطيع النجاح من دونك. بوبو، لا عليك، أرجوك بلياتشو لا تشعر بالذنب. انظر. لقد بدأ المخطط الذي أطلقه الضفدع الذهبي. قدرات فاعلة. لا أمنح قدراتي إلا للأذكياء. مجموع 999 وواحد هو 1000. هذا السؤال البسيط هو للضفدع الذهبي، سوف أطرح عليك أحجية. إذا أعطيتني الإجابة الصحيحة سوف أمنحك قدرات مذهلة. الأمر طارئ جدا، هيا أسرعي. سنفعل ذلك. اسمعا، يمكنكما أن ترياه لكنكما لا تشعران به. من خلاله تريان ألوانا مختلفة، يمكنه أن يقطع مسافات كبيرة في لحظة. ما هو هذا الشيء؟ إن الوقت يداهمنا. سأعرف الجواب. لقد فات الأوان. عرفت. ما هو؟ إنه الضوء. صحيح، إنه الضوء. ضوء الحكمة لا يقهر. أنت الشخص الذي كنت أنتظره. قلبي شجاع، قلبي يطير فرحاً. قلبي شجاع، قلبي يطير فرحاً. قلبي شجاع، قلبي يطير فرحاً. Ah!
أعلم. هيا حولني إلى تنين حقيقي. أنا أحتاج إلى 1000 قطعة نقدية لأحقق لك ذلك. أنا أملك الكثير منها. حقاً؟ أنت فعلاً تملك 1000 قطعة نقدية. الآن يمكنك أن تحولني إلى التنين الحقيقي، صحيح؟ أجل أستطيع، ما من مشكلة. أخيراً. أخيراً أصبحت تنيناً حقيقياً. أخيراً أصبحت تنيناً حقيقياً. استيقظ. إنه حلم من جديد. لماذا أفسدت حلمي؟ ها؟ أريد شراباً. هيا. أيها الغبي، ماذا تفعل؟ هيا 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 قلبي شجاع، قلبي يطير فرحا. إنها القطعة الزرقاء. ياهي. أيها الحراس، أيها الضفدع ساعدنا. أيها الضفدع ساعدنا. عليك أن تستسلم الآن أيها الضفدع الذهبي. لا تنسى أنني ما زلت أملك القوى العجيبة. أين هو؟ إنه خلفنا. بلياتشو هذا رائع. أنا لن أكتفي بالتغلب عليك. بل سألتهمك. أما زلت تملك مزيدا من الحيل؟ بلياتشو، لن أسمح لك بأن تهزمني. انقضت 3 أيام. انقضت 3 أيام. انقضت 3 أيام. هيا هيا. هيا.
جيداً، إذا اعتذرتم أمام الجميع سوف أطلق سراحكم. لما علي أن أعتذر؟ أنا لم أرتكب أي خطأ. إنه شرير حتى عندما يكون متدلياً هكذا. هذا صحيح، لقد تسببت بمعاناة العديد. ألا تشعر بالندم حيال هذا الأمر؟ هذا بسبب رغبتكم بالمرح. من الأفضل لك أن تأخذ لطفنا بجدية. تريدون مني أن أعتذر؟ لا، هذا محال. هدوء هدوء. ما لم تطلب عفواً الآن سوف ألقنك درساً جيداً. هاي لا تهددني، لقد تربيت وسط التهديدات. حسناً خذ هذه. هاي توقف، ماذا تفعل؟ هاي توقف. أنزلني، أنزلني الآن. الآن تعرف أنك أخطأت، صحيح؟ تريدني أن أعتذر فقط إذا أشرقت الشمس غرباً. يبدو أنك بحاجة إلى التفكير. عندما أصبح تنيناً يوماً ما سوف أعاقبك. بلياتشو، ماذا تفعل؟ بلياتشو، ما زلت حساساً؟ تقول أنك ستصبح تنيناً، هل أنت جدي؟ نعم، الثعبان الأجرب يقول إنني إذا أعطيته 1000 قطعة نقدية سيحولني إلى تنين. كيف يمكنك أن تصدق أكاذيبه؟ لا يمكنه أن يصبح تنينا بنفسه، فكيف سينجح في هذا؟ لقد وعدني بذلك، لن يخدعني أبدا. أنا أحاول أن أفهم الأشياء، أيمكنك مساعدتي قليلا؟ هيا. أنت أعطيته نقودا كثيرة، فلما لم يحولك بعد إلى تنين؟ لا أعرف السبب أيضاً، رغم أنني أعطيته كمية كبيرة لكنني لا أصل إلى الرقم 1000. أجب على السؤال الثالث الآن. ما مجموع 999 زائد 1؟ أتعرف الجواب؟ إنه 1. إجابة خاطئة. المشكلة هي في أنك لا تعرف كيف تعد. لا لا، أنت مخطئ، فأنا جيد في الحسابات. قل لي، هل أنت واثق من حساباتك؟ ما مجموع 999 زائد 1؟ واحد. أيمكنك أن تخبرني ما مجموع 9 زائد 1؟ إنه 10. 99 و1. إنه 100. 999 و1. إنه واحد. هيا أيها الضفدع، تكلم. إنه 1000، صحيح؟ تهانينا، أخيراً عرفت الجواب الصحيح. إنه الجواب الصحيح. هذا شيء، هذا شيء أيها الضفدع. إذن كان الثعبان الأجرب يخدعني. كان يستغلك ليأخذ منك المال. هذا ما يبدو، لقد خدعت، خدعت. بلياتشو، لقد أخطأت، يجب أن أعاقب الآن. سوف نعطيك فرصة جديدة، لا حاجة لأن تعاقب. لقد سامحتموني، أليس كذلك؟ وأنت يا بلياتشو، ما عدت تكرهني، صحيح؟ وماذا عنك يا بوبو؟ اسمعني جيداً أيها الضفدع، ما دمت تعتذر ستبقى صديقنا. أوه، هذا لطف منكم. أتوافقونني الرأي؟ هذا غريب حقا، لماذا اختفى صندوق الكنز؟
منذ بعض الوقت قام أحدهم بأخذ الخريطة، والآن اختفى صندوق الكنز. اختفى صندوق الكنز دون أي أثر. ها؟ من هنا؟ هذا أنت؟ ولكن ألم أطلب منك أن لا تأتي إلى هنا أبداً ما لم أستدعيك؟ أيها الكركنت، الكارثة كبيرة. ما الأمر؟ ماذا يجري؟ هيا تكلم. إن بلياتشو وبوبو والضفدع الذهبي يتفقون علينا. أنا صغير، صغير جداً، رغم هذا أنا